نتواصل وأيضا أرحب بزميلي سعد بن مطلع العتيبي معلقا على هذا الشوط القادم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وسعدتم صباحا حيث نتواصل في صبيحة هذا اليوم، يوم السبت الموافق للثالث من شهر ديسمبر لسنة 2011 للميلاد، وهذا التاريخ الذي تنطلق من خلاله هذه الأسماء أشواط الحيل وزمول، إذن تتواصل هنا على أرضية هذا الميدان. وكما شاهدت في الشوطين الرئيسيين الماضيين حيث استطاعت شديدة في منافسة شديدة من انتزاع المركز الأول لمالكها صالح بن حمد بن مقارح المري الذي أرساها هناك على مرفأ الشوط الأول الرئيسي. الشوط الرئيسي للزمول ذهب لمصلحة الشايم الذي شام إلى المراكز الأولى المتقدمة، فكان المركز الأول حليفا له ومن نصيبه. تهنئتنا لصالح بن محمد العاض على هذا الفوز والانتصار. إذن مشاهدينا الكرام، ننطلق في هذا الشوط الثالث، نسير مع هذه المنافسة مع شوط لا يقل أهمية عن سابقه من الأشواط، لأنه يضم أسماء أنتم ستتعرفون عليها بعد قليل. هذه مقدمة هذا الشوط، وهنا الشايبة تحتل المركز الأول، وتنطلق الشايبة على سدة رئاسة هذا الشوط. الشايبة إذن هناك في المقدمة لصالح بن حمد بن قمر المري، يضمر الشايبة حمد بن سالم بن جهويل المري، بينما المركز الثاني هنا نتابع من تحتل المركز الثاني ومن تنطلق في ثاني المراكز. من حاف تحتل المركز الثاني لسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، ضيفة من المملكة العربية السعودية، نرحب بها ونرحب بمالكها وبشعارها وبكل إخواننا المشاركين من دولنا الخليجية. إذن المركز الثالث الآن القاضية، القاضية تحتل المركز الثالث لسيد سالم بن جبران المري، هو المنطلق في ثالث المراكز، بينما المركز الرابع أجد مصيحة في رابع المراكز لسيد محمد بن علي بن سعيد المري، وفي المركز الخامس هنا في خامس المراكز المسك لسيد راشد بن ناصر بن حباب الهاجري. هذه الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة، أسماء مميزة، وخلف هذه الأسماء المميزة أسماء مميزة أخرى أيضا، ولكن هناك الأمور مع الشايبة، الشايبة التي تقدم أداء وكأنها في مقتبل الشباب. هذه الشايبة مشاهدينا الكرام، يضمرها الشايب ولا سالم بن حمد بن جويل؟ مو بالشايب، الشاب. إذا الشايبة مع الشاب، نعم، مع حمد بن سالم بن جويل المري، بينما الشعار هو شعار صالح بن حمد بن قمر المري، وبعد شاب وحمد، نعم. إذا الشايبة مع الشباب تقدم هذا الأداء الممتاز وتحتل المركز الأول بشعار صالح بن حمد بن قمر المري، ويضمرها حمد بن سالم بن جهويل. المركز الثاني بن بيشان إذا يتقدم مع منحاف، يتقدم مع منحاف، يريد أن يكون تقدمه مع المركز الأول. عموما يمضي قدما هذا الشعار من أجل المنافسة في كل ميدان على المراكز الأولى المتقدمة. إذا منحاف في ثاني المراكز للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، وفي المركز الثالث القاضية في المركز الثالث للسيد سالم بن جبران المري، المنطلق مع هذه الحائلة التي اعتدنا على رؤيتها دائما، منافسة عنيدة قوية لكل الأسماء التي تنطلق وتتواجد معها. إذا القاضية وسالم بن جبران المري على مستوى المركز الثالث. المسك الآن وصلت بنفحاتها الجميلة، وصلت بعطرها الساحر، وصلت بأدائها الراقي
في رابع المراكز للسيد راشد بن ناصر بن حباب الهاجري. تنطلق إذن المسك وتحتل المركز الرابع. المركز الخامس هنا مصيحة للسيد محمد بن علي بن سعيد المري، متواجد على خامس المراكز. أجد الأسماء الآن بدأت تقترب وبدأت تنطلق من محيطي ومن نطاق الخمسة المراكز الأولى، ولكن لم يستجد أي جديد على ساحة المنافسة ولم يطرأ أي تغيير حتى هذه اللحظات. نعم، يمكن التغيير أتى في هذه اللحظات. طرب الآن، انطلق الطرب ووصل الطرب للمركز الخامس للسيد عبد الهادي بن حسين البريدي. أول اسم من الأسماء المميزة التي دعيتكم إلى متابعتها ها هي تنطلق الآن. طرب وتحتل المركز الخامس للسيد عبد الهادي بن حسين البريدي. هذه النتيجة إذن للمراكز الخمسة الأولى. وكيل وين متر على خط النهاية؟ كيلوين متر هي المسافة التي تفصلنا عن ختام سيناريو هذا الشوط على معرفة البطل في هذه القصة، قصة الشوط الثالث. هناك الشايبة إذن على المركز الأول، الشايبة الشابة تحتل المركز الأول وتنطلق الشايبة بشعار السندباد صالح بن حمد القمر المري والتضمير مع حمد بن سالم بن جهويل المري. المركز الثاني هنا من حاف للسيد محمد بن فيد بن بيشان العجمي. والمركز الثالث القاضية، القاضية في ثالث المراكز لسالم بن جبران المري. وفي المركز الرابع أشاهد هنا الدخول والاقتحام من قبل الذيبة للسيد عبيد بن شينان المري. انطلقت إذن الذيبة في أول إذاعة لها. المركز الخامس يا عرب، طرب طرب للسيد عبد الهادي بن حسين البريدي. هذا هو آخر نداء، خلاص آخر نداء للمراكز الخمسة الأولى. والنداء التالي، النداء التالي يشير على أن المسافة المتبقية هي 1200 متر، 1200 على خط النهاية. والشايبة تسير هناك مع المركز الأول، تتكيف كيفما تشاء مع هذا المركز المتقدم. هلموا هلموا إن أردتوا منافسة الشايبة على هذا المركز، على هذا المكان. الكيلومتر الأخير وأقلعت الشايبة وانطلقت الشايبة في المركز الأول. المركز الثاني القاضية، وفي ثالث المراكز طرب، وهناك منحاف، وهناك الذيبة، ولكن ما زالت الأمور هناك مع الشايبة، هناك مع صالح بن حمد القمرة. الهجوم الآن بدأ والزحف بدأ، وطرب طرب جاءت لتطربنا. طرب انطلقت في المركز الثاني، ومن المركز الثاني إلى المركز الأول. الله، انطلقت طرب مشاهدينا الكرام. عبد الهادي بن حسين البريدي ينطلق مع طرب في المركز الأول. المركز الثاني القاضية للسيد سالم بن جبران المري. يا عرب طرب على المركز الأول، يا عرب طرب هنا على الصدارة، تطربنا دائما، تمتعنا دائما. المركز الثاني هنا القاضية لسالم بن جبران المري. اتحركت القاضية ووصلت القاضية. الله 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 الله. إذا مشاهدينا الكرام، القاضية بالضربة القاضية تنتزع المركز الأول في الأمتار الأخيرة، وبالتالي القاضية والقاضي خط النهاية يؤكد على فوز القاضية لسالم بن جبران المري بالمركز الأول. تهانينا يا بن جبران. المركز الثاني، جاءت في المركز الثاني مزون فايد بن سيف الخيارين. المركز الثالث طرب عبد الهادي بن حسين البريدي. المركز الرابع كان من نصيب الذيبة العبيد بن شينان المري. والمركز الخامس كان من نصيب منحاف للسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي. إذا مشاهدينا الكرام، القاضية تنتزع المركز الأول في هذا الشوط، ويتحطم التوقيت الصباحي تحت خف القاضية ليسجل باسمها. توقيتها 9:40، ست أجزاء من الثانية.
تهانينا لمالك القاضي أيضا سالم بن جبران المري، المركز الثاني كان من نصيب